صباح الورد والفل والياسمين والتفاؤل على كل مشاهدي قناة تان، ويوم جديد وحلقة جديدة ولسه معاكم في شهر أكتوبر، شهر الانتصارات. وصباح الورد عليكم، وصباح الورد عليك يا نور. صباح الورد عليك يا مها، وصباح الورد والسعادة والهنا على كل اللي بيشوفونا ويتابعونا. يوم جديد، حلقة جديدة من برنامجكم صباح الورد، هنكون معاكم من دلوقتي ولحد الساعة 11 في فقرات مختلفة بإذن الله. يمكن أول فقراتنا النهاردة هنتكلم عن اليوم العالمي للتلعثم، يوم التأتأة. في ناس كتير قوي بتعاني من مشكلة التأتأة في الكلام، كبار وصغيرين، بس النهاردة عايزين نعرف إزاي نقدر نحل المشكلة دي مع أبنائنا اللي بيعانوا من مشكلة التلعثم. وهيكون ضيفنا في هذه الفقرة دكتور محمود يوسف أبو العيلة، أستاذ ألت خاطب بجامعة عين شمس. احنا طبعا في الفقرة الثانية في الحقيقة هيكون معانا احد ابطال البحرية المصرية. امبارح طبعا احنا بنقول قواتنا البحرية، كل سنة وانتم طيبين. امبارح كان عيد القوات البحرية المصرية، وده بمناسبة طبعا تدمير المدمرة ايلات في 67، رغم ان احنا بنقول نكسة 67 الا ان برضو لم تخلي من المعارك الناجحة لابطالنا ابطال القوات المسلحة. ولسه بنكمل معاكم الاحتفالات، والنهاردة هيسعدنا طبعا ان يكون ضيفنا هو القبطان محمود سعد، هو احد ابطال عمليه الحفار. يمكن اول مره نسمع عن عمليه الحفار، سمعنا عنها من خلال مسلسل درامي بيصور هذا العمل البطولي. وفي الحفار والحفار في الحقيقه هو الحفار كيتينج اللي كانت اسرائيل عايزه تستورده في 68 من كندا، وكان بيمر بساحل العاج علشان تاخده اسرائيل وتسيطر بيه على ثرواتنا في السويس. ولكن تمكنت القوات البحريه المصريه بالاشتراك مع المخابرات العامه المصرية في ان هي تدمر هذا الحفار في عام 68، وتحديدا في شهر مارس وهو في ساحل العاج. وبعد كده الخردة بتاعته بقت تتعرض في ميناء ساحل العاج. وطبعا دي بطولة قوية جدا من بطولات القوات المسلحة المصرية، ومش جديد ابدا على ابطالنا. طبعا كالعادة بيكون في الاول فقرات اخبارية او اخبار قصص كده بنقولها سريعة. وأول حاجة بنتكلم فيها النهاردة هي في إطار التطوير اللي بيشهده الجهاز الإداري للحكومة. امبارح الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة كشف عن استحداث منظومة متطورة لتقييم الموظفين الحكوميين بحسب ما نشرته بعض الصحف، وهيكون في برنامج لتقييم قدرات العاملين بالجهاز الإداري. والتقييم ده هيستخدم لغرضين، الأول هو تقييم المستوى الفعلي للموظف لتدريبه، الثاني هو التقييم من أجل التعيين في حالة الوظائف الجديدة. التقييم هيكون بداية من السمات الشخصية وحتى القدرات المهنية. الحقيقة خطوة كانت مهمة جدا جدا، خطوة تقييم الموظفين وطبعا كمان تدريبهم يعني ينشئوا كوادر جديدة. فخلونا نستقبل اتصال تليفوني تعليق على هذا الخبر من دكتور محمد باغا، أستاذ التمويل والإدارة بجامعة السويس. صباحك صباح الورد يا فندم. صباح الخير يا فندم، جامعة قناة السويس بعد إذن حضرتك. صباح الخير يا فندم، وكنا عايزين نعلق على هذا الخبر ومنعا بقى للإشاعات، هل الاختبارات دي هيكون وراها استبعاد للموظف ولا لا؟ هو طبعا لازم نأكد على ان رؤية مصر 2030 اكدت على ان العنصر البشري المصري هو افضل الموارد اللي مصر بتمتلكها. فالعنصر ده لابد من تنميته بالقدر الكافي حتى تحدث عملية التنمية اللي مصر بتتمناها او مصر بتسعى اليها. اولا لازم نتفق يا فندم على انه مش لازم اي نظام بنطبقه او اي اجراء بناخده من اجل التحسين والتطوير انه ده مرتبط بالتخلي عن العماله في اي دوله في الدنيا، ده ما بيحصلش طبعا، وكذلك الحال في مصر. ولكن احنا بنقول ان احنا عايزين نعمل عمليه تقييم من اجل التحسين، بمعنى طبعاً. انه الفرد المصري فضل وقت طويل جدا محلك سر، ما فيش ليه عنصر تدريب عصري يقدر بيه من خلاله ان هو يستفيد من قدراته المختلفه او قدراته الكامنه في المؤسسات. فبالتالي احنا محتاجين النهارده الى ايجاد منظومه جديده نحاول بيها ان احنا نستكشف الوضع الحالي، الموظفين في الجهاز الاداري قدراتهم الحاليه ووضعهم الحالي. فالنظام الجديد الحقيقه بيتيح لنا ان احنا بنعمل قاعده بيانات حقيقيه عن الاحتياجات الفعليه في مؤسسات مصر. طب دكتور محمد، يعني مين اللي هيقيم الموظف وهتقيموه ازاي؟ يعني وفقا لاي معايير؟ هو طبعا عمليه التقييم هتتم على جانبين بالتوازي، الجانب الاولاني وهو على مستوى المحافظات هيتم تقييم القيادات في المحافظات
وفقا لخمس محاور أساسية في برنامج التقييم. المحاور دي يمكن نصت عليها اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية 81 لسنة 2016، المواد 70 71 72. هي عملية التقييم بتتم على خمس محاور أساسية. المحور الأولاني هو المتعلق بالجدارات السلوكية، يعني احنا بنقيم القيادات او الجهاز الاداري بشكل عام في الجدارات السلوكية عن طريق 12 سمة شخصية بتكون موجودة في الموظف. التقييم الثاني هو تقييم متعلق باستخدام الحاسب الآلي، وده متوفر باللغتين، يعني اذا كان الموظف عايز يتقيم بلغة عربية اهلا وسهلا، عايز يتقيم بلغة اجنبية في هذا الاختبار اهلا وسهلا. الاختبار الثالث هو اختبار متعلق باللغة، والاختبار الرابع هو متعلق بالمعرفة التخصصية، يعني الموظف متخصص في مجال معين فبيتم تقييمه على أساس المعرفة التخصصية في مجاله. التقييم الخامس وهو متعلق بالمعلومات العامة، أن الموظف يعني دايما في مثل يقول اعرف شيء عن كل شيء ويعرف كل شيء عن شيء، أن الموظف لازم يكون عنده معرفة، يعني معرفة ويعني نقول الحد الأدنى من معرفة اقتصادية اجتماعية ثقافية سياسية، علشان يعني المؤسسات بتاعتنا تكون محمية أو يعني يكون فيها حماية من جانب حماية فكرية من جانب العاملين فيها بشكل خاص. الحقيقة هو النظام الجديد بيتيح منظومة رائعة جدا، إن احنا بنقول في مبدأ في الإدارة كده اسمه الإدارة بالأهداف والمحاسبة على النتائج، يعني عملية التقييم بتكون من أجل تحديد الاحتياجات التدريبية. عنصر التدريب طيب يا فندم، يا فندم لو الفكره كلها ان المواطن ساعات كتير بيدخل على الموظف بيلاقيه مكشر او متضايق مش عايز يؤدي مهمته بشكل مظبوط، فبيعاملني وحش يعني يا فندم، من الاخر ده بيعتبر من ضمن التقييم؟ هل انا كمواطن اقدر اقيم الموظف او اقدر اسيب تقييم على الموظف ده في طريقه كتابيه او اقدر اشتكي لحد معين؟ سؤال حضرتك جميل. هو الحقيقة في يعني عمليات التقييم بتاخد أشكال كتيرة جدا ومتعددة جدا. يمكن احنا كنا بنطالب انه يكون التقييم 360 درجة، يعني الموظف يتقيم من أربع جهات، الرئيس بتاعه والعاملين معاه، ويقيم نفسه هو شخصيا والعملاء المتعاملين مع المؤسسة الحكومية تقيمه المواطنين. ولكن الحقيقة احنا اقتصرنا على انه التقييم هيكون من خلال الرئيس المباشر، انه هيعمل سجل للموظف سواء الكتروني او سجل ورقي او الاثنين مع بعض، يتم تسجيل كافة الملاحظات الخاصة بهذا الموظف. يعني حضرتك مثلا لو رحتي اشتكيتي موظف معين انه ما اداش المهمة بتاعته بالشكل الذي يجب ان يكون عليه، حضرتك مثلا بتقدمي فيه الشكوى للرئيس المباشر، هذه الشكوى بترفق في هذا الملف، يقوم بعد كده نيجي في اخر السنة بيتم طبعا يعني اعلام او اشهار هذه المخالفة لهذا الموظف اول باول، وبتحتسب عدة نقاط على هذا الموظف. طبعًا يعني انا دوري يا فندم كمواطن، خلينا بس نبص لنص الكوبايه الفاضي شويه، لانه هو ده اللي بيحصل في الحقيقه على ارض الواقع، تبقى شكوى معظم المواطنين اللي هو الموظف اللي مبوظ في وشك واللي بيوقف المراكب السايره وكله بالقانون ويغطت عليك ومش عايز يخلص لك حاجتك. لو انا حصل انه كمواطن في موظف مغطت عليا فعلا وموقف لي اوراقي، المفروض انا اقدم شكوى لرئيس وافضل مستني قد ايه مثلا؟ ما هو ده بيبقى عطله برده للمواطنين. واعتقد ان احنا كنا بنتكلم على ان التكنولوجي الحديثه والمايكنه هتدخل بحيث ان الاحتكاك البشري ده يقل. بالظبط. هو ده اتجاه الدوله في الوقت الحالي، ان احنا بنعمل عمليه المايكنه شيئا فشيئا في مؤسسات عده في مصر. ولكن انا عايز اؤكد على النقطه الاولى اللي حضرتك اتكلمت فيها، وهي وعي المواطن، ان المواطن لازم يفهم انه زمن الخدمه ده ليه وقت معين، إذا طال زمن الخدمة فلابد أن المواطن يكون مواطن إيجابي، وأنه يسعى أنه ياخد حقه، عنده منفذ الشكاوى، أنه هو ممكن يقدم الشكوى، عنده أنه هو يطالب الجهات الأكبر من المؤسسة أن هي تتدخل. ويمكن أنا سمعت حالة امبارح كانت إيجابية جدا، أنه ناس راحوا مكتب صحة معين علشان يسجلوا أحد المواليد، وكانت الموظفة جوه قافلة على نفسها الباب وبتفطر، وفضلوا اكتر من نص ساعة او ثلاث اربع ساعة. طبعا الناس كان عندهم ايجابية جدا وعملوا حالة من يعني مواطن ايجابي، ان هو اشتكى للمدير بتاع المؤسسة لدرجة ان وكيل الوزارة نفسه حضر في المكان. طيب يا فندم، لو جينا لحالة تانية ونتكلم بقى عن الموظف نفسه، ولو مديره حطه في دماغه وعايز يستقصده، والمفروض ان الاختبارات دي هتكون او التقييمات دي هتكون بايد المدير او رئيس العمل، وهو مش حابب الموظف ده، لا يا
فندم الاختبارات بتكون عن طريق نظام الكتروني يعني الجهاز المركزي للتنظيم والاداره ووزاره التخطيط والاصلاح والمتابعه قدرت ان هي تطلع لينا بنظام الكتروني جديد لعمليات التقييم لا يتدخل فيه العنصر البشري. فبالتالي المواطن بيدخل على قاعده بيانات خاصه بالجهاز المركزي للتنظيم والاداره بيسجل البيانات المتاحه ليه وبيدخل يعمل الاختبار فلا يتدخل عنصر بشري في عمليات يعني في شفافيه يا فندم في هذا التقييم. جميل. طب دكتور محمد، هل هذه الاختبارات ممكن تؤدي لان الموظف يفقد وظيفته او يسيب عمله او يتنقل في مكان تاني ولا يعني؟ احنا اولا مش عايزين نبص بقى على نص الكوبايه الفاضي دلوقتي، احنا بنبص على نص الكوبايه المليان، انه احنا محتاجين نعمل تقييم حقيقي للاحتياجات التدريبيه في المؤسسات. الاحتياجات التدريبيه دي هتكون عندنا لشقين، شق الناس العاملين في المؤسسات، وهذا النظام هيطبق لكل من يعمل في المؤسسات لمده 10 سنين فاتوا. فبالتالي احنا محتاجين نعمل عمليه تقييم فعلي للوضع الحالي. اما عمليه التقييم الاخرى فهو لن يدخل موظف جديد في الجهاز الاداري للدوله الا من خلال اجراء هذا الاختبار حتى يتم ضمان عمليه تنقيح جيد لكافه العاملين الداخلين الجدد في الجهاز الاداري. وانما يتمش رفض موظف بسببه. لا، عملية رفض الموظف زي ما قلت لحضرتك هو أولا هيتم اعتراض على الموظف. لو أنت عايز تجري هذا التقييم أو هذا الاختبار أهلا وسهلا بيك، وهتحتسب ليك نقاطه اللي هي هتدخل معاك في ملف الترقية أو ملف الإنجاز بتاعك. أما إذا رفضت أنك تدخل في هذا النظام عادي جدا براحتك، ولكن سيتم خصم النقاط اللي المفروض بتضاف إلى 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 ملف الإنجاز بتاعك. عملية التقييم هي طبيعي طبعا بتاخد مدى تقريبا حوالي سنتين، انه الموظف لو تقاعس عن تحقيق الانجاز لمده سنتين متتاليتين فهذا الموظف طبعا بيتم معاقبته اما لنقل لجهه اخرى اما لتنزيله في الدرجه الوظيفيه. يعني في هناك يعني مجموعه من الجزاءات والعقوبات، يعني هي جزاءات وعقوبات فقط يا فندم، لكن مش هيكون في رفض باذن الله. لا دكتور، هو طبعا في ذلك فليتنافس المتنافسون. طيب يا فندم، ما هو القران الكريم بيقول لو دايما كان فيه موضوع التنافسيه وانه العاملين يعني يكون فيه تنافس في الخير ان كل واحد ينمي مهاراته هتلاقي حضرتك الجهاز الاداري حاجه كويسه طبعا. دكتور محمد باغا، استاذ الاداره بجامعه قناه السويس، بنشكر حضرتك شكرا جزيلا. معلش المكالمه طبعا طولت شويه لان كانت فيها تفاصيل كتير بتخص المواطن وبتخص كمان الموظف تحديدا، لان كتير من الموظفين في الحقيقه ابتدوا يتوتروا ويقلقوا ويقولوا يا ترى هل دي بدايه تلاكيك بالبلدي كده عشان يرفدونا؟ لا، هي قصه مش كده، هي قصه انه لازم يكون في نظام، والنظام ما يزعلش حد، لازم نلتزم بهذا النظام. انا مثلا لو قاعده في مكان شغلي مش حاسه ان انا بكبر او بتعلم كل يوم حاجه جديده، كده يبقى في خلل، كده يبقى في، يبقى انا زي ما بيقولوا كده انا صديت، يعني المذيع ده صدى مش قادر يطور من ادواته اكتر من كده. فمهم جدا من وقت للتاني يكون في ادخال معايير جديده في المهنه او التذكير بالمعايير الاساسيه للمهنه اللي ممكن تكون مع عدم متابعتها بتتنسي. فيعني زي طبيعه الحال في اي عمل بيبقى ليه النظام ما يضايقش. دورات مثلا بالظبط زي الاندكشن كده، دورات تدريبيه علشان يفكروهم وكمان يقولوا لهم ايه الجديد اللي جد على هذا المجال. من بقى تقييم الموظفين للتجارب السريرية، وامبارح يوم الأحد كان يوم مهم جدا في البرلمان، تم تشكيل لجنة فيه لمراجعة قانون التجارب السريرية، وهو القانون الذي لم يعتمده الرئيس السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي وأعاده للبرلمان مرة تانية لمناقشته، ومناقشة طبعا في عدة اعتبارات إنسانية فيه ودستورية، كذلك برضو وجود ملاحظات قد تعوق البحث العلمي وطبيعته. البرلمان قام بتشكيل لجنه خاصه مكونه من عدد من اعضاء لجان التعليم والصحه واللجنه التشريعيه، وطبعا من المفترض انها تراجع هذه اللجنه انها تراجع القانون مره ثانيه وتشوف ايه التعديلات اللي ممكن تضاف عليه. لمزيد من التفاصيل لا احنا طبعا هندخل في خبر ثاني. معناش الشباب تليفون على هذا الخبر صح؟ معانا التليفون؟ لا لا لا، هنحاول يكون معانا طبعا تليفون لمزيد من التفاصيل. واحنا لسه طبعا بنتابع ما يحدث داخل البرلمان، والنائب علاء والي رئيس لجنه الاسكان بمجلس النواب قال امبارح في كلمه ليه في اجتماع اللجنه ان هي تبدا مناقشه مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء خلال الاجتماعات اللي جايه، واكد كمان ان القانون ده من التشريعات المهمه اللي لازم ان هي تخرج للنور في القريب العاجل. واشار النائب ان القانون ده من المتوقع ان يتم تطبيقه لمده عام واحد فقط،
الهدف من القانون أن يكون جاذب للمواطنين للقضاء على أزمة المخالفات. المفروض يكون معانا دلوقتي على الهاتف النائب علاء والي رئيس لجنة الإسكان بالبرلمان علشان نحاول نعرف منه تفاصيل لهذا القانون، وخصوصا أنه في الحقيقة قانون مثير للجدل، يعني كتير جدا بيستفز لما بيسمع كلمة التصالح يقول لك يعني إيه، يعني إحنا الشخص اللي أخطأ ده هل صح أن إحنا نتصالح معاه، أو هل هو كده يعني قدر أن هو يركع الدولة في أن تقنن وضع ما كانش قانوني أصلا. فعايزين نعرف تفاصيل لهذا القانون و يعني ايه يعني هنستفيد بايه، عايزين نفهم الناس اكتر. احنا معانا النائب علاء والي رئيس لجنه الاسكان بالبرلمان. اهلا بحضرتك يا فندم وصباح الورد. اهلا بيك يا فندم وصباح الورد. صباح الورد يا فندم ومنورنا. وكنا عايزين نعرف من حضرتك تعليقا على هذا الخبر وبرضه توضيحا، ايه الهدف من وجود هذا القانون يا فندم، تصالح في مخالفات البناء؟ حضرتك احنا عاوزين نقرر ان في واقع ان في حاجه اسمها مخالفات بناء موجوده. مخالفات البناء ده هي بتتمثل في اما ارتفاع في الادوار او بناء بدون ترخيص وخلافه. عندنا حضرتك التصالح عليها ده هو اولا المفروض البناء المخالف ما بيوصلوش مرافق. البناء المخالف لا يتم تسجيله، لا يتم وجوده، او يعني ما بيطلعوش شهاده ميلاد بمعنى اصح. قانون التصالح النهارده علشان نوصل لمرحله ان احنا نقول ان احنا الثروه العقاريه دي هي مستحيل باي حال من الاحوال ان احنا كدوله هننزلها بنسبه 100%، لان مش معقول ان انا عندي النهارده عماره 10 ادوار مبني منها دورين مخالفين او ثلاث ادوار مخالفين، ههد العماره او ههد الثلاث ادوار وحتى العماره دي هتبقى ساكنه، فانا هطلب منها السكان ازاي وخلافه. كل ده حضرتك عشان نوصل لمرحله ان احنا نقول ان القانون ده هو بيتيح للمواطن وبيتيح للدوله برضه ان هي تقدر تحاسب من مرافقها. النهارده المعقار المخالف ده حضرتك اصبح عبء على مرافق الدوله. لما ببتدي احصل منه رسوم هبتدي اعمل ابجريد او ارفع كفاءه المرافق الموجوده للمنطقه اللي هي اللي فيها عقارات مخالفه. وعندك مثال صارخ في اسكندريه، عندك مثال صارخ في الجيزه في منطقه فيصل والهرم وكعابيش والحتت دي كلها. نعم سيادة النائب، يعني عايزين نتكلم برضو على جزئية البناء المخالف واللي كان بيشوه التصميم الهندسي للشوارع. يمكن أكبر مثال حضرتك لما بتمشي على المحور وبتشوف المباني العشوائية اللي اتبنت على اليمين وعلى الشمال وحتى المنظر مش لطيف أبدا، لما هل ده هيتم تقنين أوضاعهم ولا هيتم هدم المباني دي ونقل السكان لمباني أخرى، وخصوصا أنه احنا برضو مش عايزين الناس تبتدي تستسهل أنها بتشتغل بوضع اليد تحط الدولة أمام الأمر الواقع؟ حضرتك لما تتكلمي عن المحور بالذات، لا أنا أقول لحضرتك لا مش هيتم التصالح ولابد من الإزالة والإزالة الفورية. وأنا هنا هو في الحقيقة مش هقدر أقول للمواطن إن أنا أديك مكان بديل، لأن هو راح إما إن هو بنى على أرض زراعية المخالفة للدستور، مش هقول حتى بقى للقانون، فبالتالي أي بناء على الأراضي الزراعية مخالف للدستور تماما وده لا يمكن إن احنا نتصالح عليه. إنما لما تيجي تقولي حضرتك في أماكن أخرى، لا هو التشويه او التلوث البصري اللي مصر اصبحت فيه حاليا والقاهره بالذات عاوزين نعالجه بان احنا انا مش هتصالح على مبدا الا لما تكون واجهته متشطبه ومنتهي بالكامل. نعم. والعكس ده المفروض ان انا هحس المواطن على ان هو ينهي المباني العشوائيه اللي انت بتشوفيها منظرها بالطوب الاحمر السيء والحاجات المنظر اللي هو بقول لك احنا عندنا حاجه اسمها تلوث بصري اصبح موجود. صحيح. فازاي ان احنا نحاول نصلح الكلام ده هو محطوط في الاعتبار ومحطوط احد بنود القانون. عام واحد يا فندم هل كافي بان هذا الخطا لا يتكرر مره ثانيه؟ لا هو عام واحد حضرتك علشان نتصالح، مش علشان العام ده هو الاوان، ده قانون مؤقت مش قانون دائم. نعم. انا مش هقدر اقول ان كل من يخالف اروح اتصالح معاه. فده قانون لمده عام، العام ده حضرتك هي مش الفكره في العام، الفكره في ان هو اولا في لائحه القانون يصدر، بعد ثلاث اشهر يصدر اللائحه التنفيذيه بتاعته عن طريق السيد وزير الاسكان. بعد كده هو يبقى عندنا مده ست شهور يتقدم فيها المواطن بطلبه، والثلاث شهور الاخرى حضرتك اللي هي الحالات النظر فيها واقرارها. ده كلمه عام. انما علشان حضرتك نقول ان احنا قانون مفتوح، لا ما انا مش هتصارح عليه دائما وابدا على اي حد يخالف، والا يبقى خلاص انا بقنن المخالفه. طبعا. تمام، بشكر حضرتك شكرا جزيلا النائب علاء والي رئيس لجنه الاسكان بالبرلمان. برضو حاجه كانت مهمه ومحتاجه انها تكون موجوده من بدري هذا القانون علشان المخالفين زي ما انت بتتكلمي معاها، في ناس كتير قوي بتشتغل بوضع اليد، وفي ناس كتير قوي حاسه انه لا احنا ما حدش هيقدر علينا وهنبني وهنعمل وما حدش هياخد باله. لا كل الكلام ده هيتم ازالته. وبيسرقوا الكهرباء، ما هو بيضطر يسرق كهرباء وياخد كل حاجه بطريقه غير قانونيه، بيأجر وبيبيع على هذا. دلوقتي طبعا مفيش ايجار وبقى سهل دلوقتي، بيبيع تمليك على هذا الاساس.
كويس وهو سارق مرافق، اكيد الكلام ده مش هيكون موجود خالص في الفتره اللي جايه. نروح بقى للمواقع الإلكترونية، وامبارح عقد المجلس الأعلى للإعلام مؤتمر حول توثيق أوضاع المواقع الإلكترونية. أصحاب المواقع الغير مرخصة المفترض أن هم يتوجهوا خلال أسبوعين للمجلس الأعلى للإعلام للحصول على التصاريح اللازمة ليهم وسداد مبلغ 50,000 جنيه رسوم تخصيص لمدة 5 سنوات، المفروض يبقى ليهم ترخيص يعني لمدة 5 سنين، وفي حالة عدم التقدم علشان ياخدوا هذا الترخيص في الموقع في هذه الحالة سيعتبر موقع غير قانوني، والإجراء متوافق طبعا مع قانون الإعلام الجديد وبيهدف لضبط المشهد الإعلامي. النهاردة أخبارنا كلها كنا محتاجينها من زمان، كل القوانين الموجودة وكل الخطوات اللي بتيجي كنا محتاجينها من زمان، تقنين الإعلام وتقنين الناس اللي بتطلع تتكلم تقول أي كلام، وخصوصا كمان الغير مصريين اللي مش قلبهم على بلدهم زينا. أنا بصراحة كنت بشوف الموضوع ده يعني سيء جدا، أنا كنت بتغاظ لما بلاقي حد مش مصري بيتكلم عن البلد بطريقة مش لطيفة، أو على الأقل بيحط عينه على سلبيات البلد، إحنا نتكلم عن سلبياتها عشان عايزين نحسنها، لكن غير المصري صعب. خلينا طبعا لمزيد من التفاصيل نعرفها من خلال ضيفنا اللي معانا على الهاتف الأستاذ صالح الصالحي الكاتب الصحفي وعضو المجلس الأعلى للإعلام. أهلا بحضرتك يا فندم وصباح الخير. أهلا بيك. احنا طبعا في البداية عايزين نقول يعني الله يكون في عونكم، لان اعتقد ان الرقابة على مثل على احنا بنتكلم على عالم الانترنت بيبقى صعب جدا، ازاي ايه اهم المحاور او ايه الاجراءات اللي هيتم اتخاذها ضد الموقع اللي ممكن يكون مش مرخص؟ لا حضرتك طبعا احنا اول مرة في مصر يحدث عملية ترخيص المواقع الالكترونية او البوابات الالكترونية، لان ما كانش قبل كده في اي ترخيص بصدر ليها. قانون 180 سنة 2018 الخاص بمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام نظم مسألة تراخيص هذه المواقع الإلكترونية، وهذا حماية للمواقع الموقع نفسه وحماية للعاملين في الموقع وحماية للجمهور الذي يتعامل مع هذه المواقع. نعم. عفوا أنا بس عاوز أحب أقول إن عملية التراخيص وتنظيم سوق الإعلام اللي في مصر ده ليس معناه إن هو فيه حجر أو فيه إن إحنا بنضيق على الإعلام وحرية الإعلام، بالعكس إحنا مع حرية الإعلام ومندعمها تدعيم كلي وجزئي، كلنا صحفيين وإعلاميين في مجلس أعلى تنظيم الإعلام طبعا. ومعظمهم من الناس الكبراء وعلى رأسهم الأستاذ المصري محمد أحمد، طبعا يعني ما فيش حد فينا غير ما بيدعم حرية الصحافة والإعلام، بشرط أن تكون هذه الحرية منضبطة وملتزمة بالأكواد والمعايير الإعلامية الصحيحة وأن تخاطب الجمهور بما يليق له. يمكن كانت شكوى كتير من الصحفيين يا فندم، ويمكن حضرتك اكيد عارف الموضوع ده، بيقول لك انه مش لاقيين يعني قله التواصل او يعني قله التواصل مع اصحاب القرار، فبتسيب مساحه للشائعات، يعني في حد بيبقى عايز يجيب المعلومه من المصدر وبيبقى التواصل او في ضعف في طرق التواصل مع المصدر الرسمي، فبالتالي تسيب مساحه فاضيه من الشائعات، وحضرتك عارف دلوقتي ان احنا طبعا يعني في عصر السوشيال ميديا كل حاجه بتوصل بسرعه رهيبه، وبيبقى في مواقع عايزه تغذي البث طول الوقت. لا مجلس اعلى تنظيم الاعلام حضرتك عدينا مشروع قانون حريه تداول المعلومات بالظبط، وطلبنا فيه وده كان من فتره طويله، وطلبنا فيه بتاحه المعلومات لجميع وسائل لكافه وسائل الاعلام، بل بالعكس للجمهور والمواطنين، اي مواطن يطلب معلومه تهمه وتخصه من حقه ان هو يحصل عليها وبسرعه وفي وقت محدد. احنا مع حريه الاعلام وحريه تداول المعلومات وتدفقها، خاصه في المسائل والامور الشائكه والحساسه التي تتطلب سرعه من رد فعل سريع من المسؤولين وامداد الصحفيين والاعلاميين بالمعلومات حتى لا تتحول هذه الامور الى شائعات، خاصة احنا في حرب إعلامية صحيح داخلية وخارجية. صحيح. تمام، بشكر حضرتك شكرا جزيلا الكاتب الصحفي صالح الصالحي عضو المجلس الأعلى للإعلام. مشاهدينا فاصل ونرجع لكم على طول نكمل فقرتنا الإخبارية، استنوا.
بحضراتكم من جديد، ويمكن من شويه كده صغيرين في اخبار عن توقف المترو في محطه شبرا الخيمه، مش عارفين هل الخبر ده سليم 100% ولا لسه متوقفه لحد دلوقتي لو الخبر سليم ولا لا. فطبعا لمزيد من التفاصيل احنا معانا على الهاتف استاذ احمد عبد الهادي المتحدث باسم مترو الانفاق. اهلا بحضرتك يا فندم. اهلا بسيادتك يا فندم، طبعا شيل لحضرتك وكل سنه مشاهدين يا فندم. عايزين توضيح بقى للي حصل او للي سمعناه انه كان في توقف المترو في محطه شبرا الخيمه، مدى صحه هذا الخبر وهل هي لسه متوقفه الى الان ولا لا؟ لا، هو مش محطه شبرا الخيمه، هو ممكن يكون مثلا هي اثرت على محطه شبرا الخيمه او تم التاثير على باقي الخط، لكن اثناء دخول قطار رقم 80 محطه مترو الاوبرا وهو راجع من محطه السادات في اتجاه المنيب، بعد ما طلع من محطه السادات وداخل على محطه مترو الاوبرا، قام بعض الركاب داخل القطار بضرب بلوف طوارئ. احنا عندنا في كل قطر حاجه اسمها بلف طوارئ او فرمله خطر. فلما حضرتك حد من الركاب بيضرب فرمله الخطر دي، لما يكون في اي خطر او يكون في اي حاجه في المترو ضرب بلف طوارئ بيوقف حركه القطار نفسه، بيوقف والبيبان ايه والابواب بتفتح. طب ايه الخطر اللي ضرب فيه هو احنا عرفنا ان كان في حد من طبعا كان في تكدس في الزحام في القطار داخل القطار، وكان في احد الركاب اختنق من يعني جات له خنقه مش عايز ياخد نفسه. فحضرتك في احد الركاب بقى تطوع ان هو فتح ضرب بلف الطوارئ، ادى الى توقف القطار ونزول الركاب. بعض الركاب نزلت على ما بين المحطتين على الممشى، في عندنا ممشى اسمه ممشى طوارئ في داخل النفق، ففي بعض الركاب لما بلف الطوارئ انضرب والابواب فتحت فالركاب نزلت مشيت على الممشى. طبعا احنا كان لازم نوقف الحركه في هذه المنطقه لتامين الركاب، ان احنا نطلع الركاب من الممشى الطوارئ وبعد كده نشغل المترو. طيب يا فندم، هل هيكون مثلا في تحقيق يعني الشخص اللي وقف المترو هل هو الشخص اللي حس باختناق ولا حد حب يساعده؟ حد من الركاب طبعا، مش ده واحد من الاف الركاب، فمش مش هيظهر يعني. مش هيظهر يعني خلاص. لا. يعني هل هو تصرف تصرف سليم يا فندم؟ طبعا تصرف سليم، ان كان في حد مختنق داخل، حصل له عمليه اختناق داخل القطار، فطبعا احنا خدنا الراكب اللي هو مختنق ده دخلناه على محطه مترو السادات في نقطه الاسعاف. احنا عندنا نقاط اسعاف منتشره على طول الخطوط الثلاثه، في اي حاجه طريقه زي اللي حصل النهارضه ان حد من الركاب عنده ضيق نفس، فاخدناه وحطينا له ادوا له جلسه اكسجين وهو حاليا في نقطه الاسعاف في محطه السادات. يعني ده طبعا كلام جميل ومحترم، واحنا بنشكر حضرتك شكرا جزيلا استاذ احمد عبد الهادي المتحدث باسم مترو الانفاق. بالتالي يا نور، طبعا ده اولا نموذج لازم كان مهم ان احنا نعرضه، انه اولا في تصرف ايجابي ان انت شفتي حد في ازمه ما وقفتيش تتفرجي عليه وتصرف، يعني اللي ضرب جرس الانذار في مركبه المترو اتصرف صح تماما. طبعا اتصرف صح، واحنا دايما هنا عارفين انه الناس لبعضيها، وعشان الناس لبعضيها كان في حمله انطلقت الفتره اللي فاتت من كام يوم صغيرين لتشجيع المواطنين على التبرع بالدم كدور انساني واجب وتضامن بين المصريين. لكن في مقابل هذا الدور الانساني الواضح، ففي تحقيق استقصائي اجري بجريده اليوم السابع، كشف التحقيق عن وجود سوء سريه لتجاره الدم في بعض المستشفيات الخاصه اللي تستغل حاجه بعض المواطنين للمال وشراء الدم منهم بقيمه 100 جنيه لكيس الدم الواحد. وطبعا هذا التبرع بيتم بشكل عشوائي، وممكن الشخص نفسه يتبرع بالدم اكتر من مره خلال اسبوع واحد خلافا للاشتراطات الصحيه، وطبعا ده في منتهى الخطوره. موضوع التبرع بالدم ده موضوع مهم جدا، واستغلال حاجه الناس يا مها، انت شايفه انه هل ده من الاشياء الادميه انه يكون في سوء سريه لتجاره الدم؟ مش من الاشياء الادميه، وللاسف على فكره يا جماعه ده بيحصل في كل جود كوز زي ما بيقولوا، او اي حاجه بتتعمل في بدايتها حلوه والهدف بيبقى فعلا منها انساني، لازم نلاقي اهل الشر فعلا يدخلوا كده في النص ويستغلوا اوضاع الناس. خلونا نعرف بقى التفاصيل بتاعت السوء السريه دي لبيع الدم واستغلال ظروف الناس وحاجتهم للمال او للماده يعني. فمعانا دلوقتي على الهاتف الاستاذ محمد سلمان الصحفي بجريده اليوم السابع وصاحب هذا التحقيق الاستقصائي. استاذ محمد اهلا بحضرتك. اهلا بحضرتك يا فندم. انت فعلا بعت دمك بفلوس للمستشفيات دي؟ فعلا، انا كان اجريت زيارتين. يعني هو في البدايه انا وصلت للفكره عن طريق احد الباعه الجائلين في سوق الجيزه، وبدات اتواصل مع المجموعه دي اللي بتروح ساعات تبيع دمها باستمرار، هم موجودين في اكتر من مكان،
وعرفت الفكرة ازاي بتجيلهم. يعني هو البعض السماسرة بيدخلوا وسطيهم بيعرفوا طبعا البائع الجائل والناس اللي احنا بنقول عليهم على باب الله. طب يعني طب استاذ محمد انت ازاي قدرت تتناقش مع بائع الجائلين وابتدى يحكي لك بان انا الدم بيتباع هنا ب 100 جنيه الكيس؟ يعني الموضوع بدا ما بينكم ازاي؟ الحوار بدا ازاي والنقاش بدا ازاي؟ هو كان في يعني انا كنت في جوله ميدانيه بخصوص تحقيق اخر، تمام، التقيت بواحد منهم على مدار فتره كونت صداقه معاه، بقت صداقه يعني بقى مصدر ثقه بالنسبه لي. بدا يحكي لي الموضوع بعدها، يعني بدل ما وثق فيا ان انا شخص يعني يقدر ان هو يحكي لي تفاصيل من غير من ان انا اقول اسمه او ان انا افصح عن هويته يعني. فبعدها قدر هو يوصلني ببقيه المجموعه، وعن طريقه وصلني بالمجموعه الثانيه اللي انا دخلت ورحت لهم على اساس ان انا بائع جائل. يعني انا ما رحتش هناك على اساس على اي اساس ثاني، انا رحت ان انا بائع جائل داخل احدى المستشفيات الخاصه يعني. واجريت زيارتين فعلا للمستشفى وبعت دمي. يعني هي مستشفى من من المستشفيات الخاصه. طب اقدر اعرف بنك دم بنك دم من في مستشفى من المستشفيات الخاصه. طب اقدر اعرف سعر الكيس اللي حضرتك بعته كان بكام؟ انا بعته ب 100 جنيه، يعني زيارتين متتاليتين الكيس الواحد ب 100 جنيه. طيب احنا بنتكلم على ان اللي حصل ده غير قانوني، يعني المفروض التبرع بالدم ما يبقاش في مقابل مادي. هو تبرع؟ اه طبعا، هو في الاصل الفكره هي تبرع، يعني هو البيع ده غير وارد بالقانون بالمره. ويمكن انا حتى نقلت الموضوع ونقلت للمسؤولين في وزاره الصحه اتكلموا ان هم فعلا عندهم ازمه في موضوع الدم، وقالوا ان هم بيتمنوا ان التبرع يكون هو الحل، ثقافه التبرع عند المصريين، المصريين كلهم يتبرعوا، لان الثقافه عندنا تكاد تكون يعني معدومه، وقليل جدا المصريين اللي بيوافقوا على التبرع، ودايما بيبقى عندهم هاجس خوف، يعني لول دم هياخدوه هيودوه هنا احنا ممكن نتعرض لاي نوع من انواع التلوث، يعني زي ما احنا بنشوف يعني. طب انت انت محمد يعني انت دلوقتي بالنسبه لنا طبعا احنا بنحييك على يعني جرأتك في التعامل مع موقف زي كده، وان احنا يعني انت الجندي المجهول وراء كشف الفساد في هذا الشأن. فخلينا نقول انت ما خفتش على نفسك ان ممكن يكتشفوا امرك يشكوا فيك؟ انت بتتكلم برضو في ناس يشوفوا الكاميرا السريه اللي كانت معاك، انت بتتكلم طبعا في ناس يعني ده شغل عصابات، هم بيستغلوا الحاجه الماديه عند المواطنين الغلابه وبياخدوا يعني بياخدوا منهم فلوس او بدون فلوس. هو طبيعي الانسان بيبقى يعني الخوف ده غريزه انسانيه يعني، لكن هو في النهايه ده شغلي وانا كنت حابب اديه، وبرده كنت يعني كان في سيناريو مجهزه، وكان برده البائع الجائلين نفسهم هم الولاد اللي بيروح يبيعوا دمهم كانوا عندهم حرص ان انا اروح وان انا اكشف الموضوع ده، كانوا فاهميني يعني ليهم الفضل الكبير، يعني هم كانوا فاهمين لي كل الخبايا، طريقه التعامل ازاي، السيناريو اللي اطرحه على الراجل السمسار ده اقول له انا ايه، لان طبعا يعني هو اللهجه او اللغه ممكن تبين مثلا انت قدر تعليمك الى اي حد. فهم قالوا لي ان فعلا في ناس مؤهلات عليا موجوده، في باعه جائلين مؤهلات عليا يعني موجودين، ممكن تقول له السيناريو 1 2 3 4 وهو هيقتنع، لان هو في النهايه بيبص للمكسب المادي، فده بيعمي عينه عن اي حاجه ثانيه. نتيجه هذا التحقيق الاستقصائي هل وصلته للجهات المعنيه في وزاره الصحه للتعامل معاه بشكل قانوني؟ بالتاكيد هو اذن بلاغ، يعني طالما 12 هو بلاغ، وانا اكيد كل المسؤولين على وزاره الصحه اللي اتصلت بيهم واتحدثت معاهم يعني بشان التحقيق كان عندهم علم بالواقع يعني، واتمنى ان يكون في اجراءات يعني خلال الفتره اللي جايه. سريعا قبل ما نختم معاك يا محمد، ايه النصائح اللي تديها للمواطن المصري من خلال النافذه بتاعتنا شاشه قناه تانية وبرنامج صباح الورد، انه ما يقعش في استغلال التنظيمات السريه دي او التنظيم الغير قانوني ده؟ هو انا اعتقد ان ثقافه التبرع لازم تكون عندنا كلنا، يعني لازم ان الانسان بشكل دوري او وفقا للاشتراطات الصحيه المحدده يروح يتبرع بالدم باستمرار للمستشفيات او الجهات الحكوميه الموثوق فيها، مش لازم يكون عنده حاله او لازم يكون عنده مريض عشان بالتالي يروح يتبرع بالدم زي ما احنا كلنا بيحصل معانا، فان الثقافه دي لو منتشره عندنا كلنا مش هيحصل عندنا مشكله ومش هيبقى في ازمه في سوق الدم، وبالتالي سوق السوداء هتختفي تماما من الدم في مصر. مظبوط، يعني عشان ما يكونش فعلا زي ما استاذ محمد بيقول ما يكونش في عجز وما يكونش في سوق سودا وما يكونش في ناس كمان محتاجه اكياس دم بمبالغ كبيره. طبعا بشكره شكرا جزيلا على جرأته ان هو قدر ينزل ويعمل تحقيق صحفي زي ده وعرض نفسه للخطر، قليلين اللي بيشتغلوا بضمير كده. طيب اللي بعد كده ايه بقى؟ نتكلم في قصه ايه بعد كده؟ الولايات المتحده الامريكيه
الأمريكية. ننتقل بقى للولايات المتحدة الأمريكية واللي بتشهد حدث استثنائي الأيام دي، وهو أكبر جايزة يا نصيب اللي معروفة باللوتري في التاريخ أو ميجا ميليونز. والفائز بالجايزة دي اللي هيتم سحبها بكرة الثلاث هيكون قدامه خيارين، يا هيحصل على 904 مليون دولار فورا أو قيمة مليار دولار و600 مليون هتدفع له على مدار 29 سنة. طبعا كتير جدا من متاجر الولايات المتحده شهدت زحام كبير عشان شراء بطاقات اليانصيب، واللي بيعتقد ان عدد مبيعاتها تجاوز 300 مليون تذكره يانصيب تم بيعها، يعني حوالي مثلا عدد سكان الولايات المتحده الامريكيه. انت متخيله كميه الناس اللي رايحه للوتري؟ وعلى فكره يا جماعه الموضوع ده مش نصب، بالفعل في ناس بتفوز باللوتري او حياتها بتتغير 180 درجه. لازم يكون في ناس تفوز باللوتري لانه اكيد عدد سكان الولايات المتحده الامريكيه كبير جدا، يفوق اعتقد عدد الملايين اللي المفروض انها تكون هيكسبوها، لانه اكيد التذكره مش بدولار يعني اكيد باكتر من كده. ف المفروض ان الجائزه حقيقيه وده فعلا هيحصل، وانه احد المواطنين هيكسب. الفكره بقى يا ترى اللي هيكسب هيختار ايه؟ هيختار ان هو ياخد ال 904 مليون دلوقتي انا اخدهم ولا 29 ولا بعد 29 او على مدار 29 طب انت هتعملي ايه لو لا انا اخدهم دلوقتي؟ يعني أيوة يا هرى اسمها ايه؟ يا ترى من يعيش ولا يا هنا من يعيش؟ عصفورهم في اليد عصفورهم في اليد لا ليها مثل كتير او تقولي اخد حقي نشف طبعا دي يعني او احنا بنقول ايه كام مليون في اليد؟ وفي كمان احيي النهارده وموتني بكره. لا ده احنا عندنا كميه امثال على ان انا اخد بس هاتوا يا نصيب مالكوش دعوه. على فكره احنا عندنا في مصر كان عندنا في مصر قانون بينظم منظومه اليانصيب دي. ولو تفتكروا في الافلام الابيض واسود زمان كان في يجيبوا دايما المشهد اللي هم بيبيعوا فيه اليانصيب وبتروحي تشتري فيها يانصيب، لكن ما بتتعملش دلوقتي. هو القانون غير مفعل يعني. كانت حاجه قريبه وكانت الفنانه انتصار كانت بتحب دايما وكسبتها ورقه اللوتري وكسبتها وسددت ديون جوزها بالظبط. يعني هو القانون موجود بس غير مفعل بالظبط كده. يلا يعني يا بخت اللي هيكسب ال 904 ويا رب يختارهم دلوقتي، لانه يا عالم ممكن يكسب ومن الفرحه يطب. لا ان شاء الله مش هيطب، بس هات انت الفلوس وانا مش هطب. لا لا بعد الشر بتكلم عليهم هناك. طيب خلينا بقى نروح لحدوته ثانيه. وناس كتير او كتير من الناس فقدت احبائها او انفصلوا عنهم لسبب من الاسباب. طبعا كتير من الناس بتختار ان هم يعدوا الامر ده وينسوا، لكن في ناس بتختار انها ما تنساش او ما بتقدرش انها تنسى. من الناس دي كان تشارلي وأودري هاليس. أودري هاليس دول فرقهم او حصل ما بينهم انفصال من 40 سنه فاتوا، واتجوزوا تاني من جديد بعد ما كانوا اتطلقوا سنه 1978 بحسب جريده مترو البريطانيه. برغم ان الزوجه طبعا اتجوزت وانفصلت، الا انه الزوج فضل وافي على عهده وخلى الفرصه متاحه قدامه لاعاده لم الشمل. تخيلي لم الشمل بعد 40 سنه. اللي ساهم بقى في عوده الشمل ده طبعا كان ابنهم الكبير اللي عمره 47 سنه، والزوجين قرروا ان هم يقيموا حفل الرجوع ده ما بينهم او حفل الزواج الجديد في المكان اللي اتقابلوا فيه اول مره سنه 1955 في احد قاعات الرأس. احنا عايزين يا جماعه نتابع القصه دي عن كسب، لان ممكن في الاخر تبص تلاقيهم راحوا اتخانقوا واتطلقوا تاني وتقول له شفت مفيش فايده فيك انت ما بتتغيرش. هو يقول لها برضه الصوره على الفيسبوك. انا قلت لك ما تحطش الصوره على الفيسبوك قد ايه هتحسدنا، يعني دلوقتي العالم كله هيحسدهم على رجوعهم لبعض بعد 40 سنه فراق. وانا السؤال عندي في حاجه ثانيه خالص. المكان اللي موجود من سنه 1955 ده موجود لحد دلوقتي عشان يعملوا فيه الحفله؟ يا اختي ده انا القاعه اللي عملت الاوتيل اللي عملت فيه الفرح بتاعي اتغير خالص اصلا، يعني كل معالم الفرح اتشالت. فطبعا انه نفس المكان يفضل موجود من 55 دي ناس اصيله قوي والله. ونفس فوز الصوره بصي بالظبط. وده ممكن يكون برده جود ساين، يعني علامه جيده او علامه سماويه انه برغم الفراق 40 سنه وان المكان لسه موجود، يعني كانه بيدعوهم مره اخرى تعالوا. تفتكري القصه دي بتتكرر كتير عندنا في ممكن تتكرر كتير؟ يعني يمكن في الكنترول بيقول لنا في المدينه الفاضله لا، بس انا شايفه انها ممكن تتكرر كتير على ارض الواقع، لانه في ناس كتير اوفياء من جواهم والحب بيفضل جواهم. يمكن في ناس بتحب مره واحده بس. والله يا جماعه اللي عنده قصه تاني شبه دي، احنا بنسمع فعلا ان في ناس بتطلق وتقعد سنين وبترجع لبعض تاني. اللي عنده قصص وبرغم ان هم كل واحد كان اتجوز بس الست اتجوزت بالظبط ورجعوا تاني، فاحنا ممكن لو في قصص شبيهه دي تبعتوا لنا على صفحتنا على الفيسبوك تان تي في نتورك، تبقى قصص من الواقع.
يا ريت يكون عندنا قصص من الواقع، اتنين كده يكونوا بيحبوا بعض عمر طويل او مده طويله، او حبوا بعض مده طويله وفرقهم الزمن ورجع لمهم الشمل تاني. حقيقه حاجه جميله جدا، احنا اتبسطنا بالقصه دي، كانت اخر قصه في فقراتنا دلوقتي. هنروح لفاصل وهنرجع لكم، استنونا ما تروحوش في اي مكان.